السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة الريو بتاعنا عن كتاب الأضواء في الرياضيات طبعة 2024 تبع التعديلات الوزارية الجديدة. والأضواء عمل لنا شغل جامد قوي، عمل لنا تصميم تحفة. يعني النمر ده، النمر الأبيضيقة ده بينطق من جوه. هنشوف بقى الكتاب عامل ازاي، سعره قد ايه، وعدد صفحه في تغيير ولا لا. هنا المحتويات بتاعت الكتابة هوت: أول حاجة قراءة وجمع البيانات وتمثيلها، مقارنة وتمثيل البيانات، تمثيل البيانات بمقياس 2 ومقياس 1، والتمثيل البياني بالأعمدة والجمع والطرح واستراتيجيات الجمع والطرح ومسائل كلامية وتطبيقات ذهنية، والأعداد المكونة من 3 أرقام والصيغة الكلامية للأعداد والمزيد منها ومقارنة الأعداد. حاجات كتير قوي، خاصية الإبدال في الجمع والجمع والطرح وتحليل الأعداد لأحاد وعشرات والأشكال الهندسية وقياس الأطوال بالسنتيمتر وقياس الكتلة وتطبيقات على الكتلة والوقت صباحا ومساء والوقت بالنصف ساعة وتطبيقات كتير على الوقت، وكمان في ملحق داخلي للشهور من جوه الكتاب. الورقة بتاعته بصراحة ربنا تقلق، بس هي نفس درجة الورق بتاعة الأضواء. وادي تمارين تانية ابتدائي اهوت، فانا بقلب الورقة، الورقة بقت تقيلة بصراحة ربنا، الورقة ما خفتش خالص. في بعض الكتب اول ما بمسك ورقهم احس ان الورقة بقت كيكة. طبعا كل التصاميم دي اتغيرت، هم غيروا التصميم من جوه، غيروا ترتيب البيج وترتيب التدريبات، الكتاب اتصمم من اول جديد. يعني الدنيا اتلونت كده، غيروا الفونت، حطوا حاجة مكان حاجة، خلوا الكتاب في تغيير، بس مش التغيير الفظيع، تغيير الوانات وكده بس. لو طفل في مجموعة اعتقد ان الدنيا هتكون مختلفه، لو طفل لوحده عادي. ده التمارين بتاعه الكتابه اهوت، رياضيات تانية ابتدائي كتاب الاضواء اهو. ديت اللي هو مسائل كلاميه، هنا تمارين على الساعه اهي، تمارين على الساعه كتير. ايه تاني؟ مسائل كلاميه اهيت، وده المنهج كله اهوت، وتمارين كتير قوي قوي. الكتاب هنا في الاخر جايب لي اجابات، وقبل الاجابات طبعا جايب لي هنا، انت رحت فين يعني، هنا التقييمات اهيت اهي، شويه تقييمات في النهايه كده. الكتاب عامل حوالي 260 صفحه تقريبا او 255 صفحه، وسعر الكتاب عامل 110 جنيه.